من بداية صباحنا عم نوجه يمكن تحية لكل الكوادر الطبية بسبب استمرار جائحة كورونا، للأسف مو فقط في بلادنا العربية على مستوى العالم. مع استمرار جائحة فيروس كورونا، كثير منا يمكن عرف بعد أو أهم الطرق لحماية نفسه وحماية عيلته. في كثير يمكن لازم إجراءات ناخذها حتى بالبيت، خارج البيت الكل مضطر ينزل على شغله، لكن مع احتياطات كثير مهمة لازم نقوم فيها. رح نناقش هذا الموضوع مع الدكتورة ميس حوراني، أخصائية أنف إنزون حنجرة. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحك ميسان. دكتورة، يمكن عم يستمر فيروس كورونا وجائحة فيروس كورونا بكل العالم، ولكن فتنا بسلالة جديدة من فيروس كورونا والفيروس المتحور. يعني يمكن كان بجنوب أفريقيا كان موجود الفيروس وبالعديد من الدول، وكان له أعراض جديدة وشكل مختلف. خلينا نتعرف من حضرتك عن الفيروس المتحور. صباح الخير. أول شيء، ظهور الفيروس المتحور لم يكن لا مفاجأة ولا شيء غير متوقع. دائما بدورة حياة الفيروسات هذا شيء كتير طبيعي، إنه الفيروس بتعرض لطفرات جينية بتغير من خلال خصائصه، طرق انتشاره. بشكل أساسي ما كتير بيأثر على الأعراض، بس بتظهر ممكن سلالات مقاومة للأدوية اللي ممكن تكون موجودة، أو سلالات إذا كان أو للقاح أو شيء. الفيروس مثل ما قلتي ميسان بجنوب أفريقيا كان شهدناه بدول أوروبية، بريطانيا للأسف وصول الجائحة للبلدان المجاورة. لبنان أثبتت بشكل قطعي وصول الفيروس المتحور لها حاليا. حضرتك يمكن دكتورة من خلال اختصاصك يمكن عالجت كثير حالات، او يعني كنتي على تماس معهم خلال الموجتين الاولى والثانية. خلينا نحكي قديش يمكن هي الاجراءات اللي الناس بتقوم فيها لحماية نفسها، بعض هي الاجراءات قديش فعليا اليوم بتحمينا من خلال متابعتك للمرضى؟ هلا من خلال الذروتين الاولى والثانيه اللي في سوريا حاليا، لم يثبت في سوريا حتى الان وصول الفيروس المتحور لنا. لم تختلف الاعراض، حتى الفيروس المتحور عالميا ما في اختلاف بالاعراض نهائيا. بجوز الاعراض العامه كانت اكثر من الاعراض الصدريه، بمعنى انه نحن قرينا عن الانهاك والتعب، الالام العضليه، يمكن الاعراض الهضميه كانت اكثر، الاعراض الجلديه كانت اكثر. يعني اساسا من شخص لاخر تماما جسد، يعني الأعراض بشكل أساسي كانت بالفيروس المتحور هي أعراض العامة وليست الأعراض الصدرية، بس هذا ما نفى أنه نحن بالفيروس الأساسي موجودة عندنا هاي الأعراض. ما صار عندنا اختلاف بالأعراض، ما يعني ما صار عندنا اختلاف بأبدا طرق انتقال الفيروس، هي نفسها، هي تماما يعني هي نفسها طريقة انتقال الفيروس، سواء الكورونا الأساسي أو الكورونا المتحور نفسها تماما. صحيح. يعني كمان دكتورة في كتير يمكن الفيسبوك عم يخلي العالم يصير عندها شوية خوف، والشائعات كتير عم تنتشر بسرعة بين الناس، قالوا أنه بالفيروس المتحور عم يصير موضوع فقدان ذاكرة كلي. ما بعرف قديش صحيحة هي الدراسات اللي عم تنتشر، وفعلا هل هي شائعات فقط أم هي شيء ممكن وواقع وعم يصير في بعض الأحيان؟ هلأ خلينا نقول شو الشيء المختلف بالفيروس المتحور واللي هو أقلق العالم، وهو يعني شيء محق تماما عن الفيروس الأساسي. صارت الاختلاف فيه بسرعة الانتشار. الفيروس المتحور ينتشر بطريقة أكثر ب70%، بسرعة أكبر ب70% من الفيروس الأساسي، وهذا عامل كتير أساسي وعامل كتير مهم ولا يستهان به. يعني نحن ما فينا نقول إنه نفس الأعراض أو هيك ما لازم نخاف فيه. دائما بأي وباء مشان نقدر نسيطر على الوباء، كسر حلقة الانتشار هو أساسي بكسر حلقة الوباء. نحن هيك الفيروس عم يوصل لشريحة أكبر، عم يكون في إصابات أكثر، عم يكون في إنهاك للجسم الطبي أكثر، فهذا شيء لا يستهان فيه. بينما ذاكرة ميسان، خلينا نقول إنه لسه فيروس كورونا هو فيروس جديد. صحيح. يعني دراسة موثوقة حول هي القصص ما في. هي تحت شائعات يمكن. تماما يعني هلا حتى الدراسات بتلاقيها أحيانا متناقض حالة، لأنه هو جديد، بعد العالم ما بتعرف كل التفاصيل. تماما يعني متحول. حتى لو ظهرت أعراض فقدان ذاكرة عند ناس، فبدك فترة لتعرفي انه هذا الشيء نتيجة فيروس كورونا او نتيجة شيء موجود عند الشخص اصلا،
او نتيجه شيء موجود عند الشخص تحفظ بفيروس كورونا. هلا يعني احنا حاسه الشم وتعبانين يعني. ما هيك قلنا كلنا حاسه الشم. ذاكرتنا لحالها رايحه بالفعل. خلينا نقول انه الفيروس كورونا فيروس جديد، دراسات فيه كثير قصيره المدى، في كثير شغلات غير موثوقه. خلينا نقول هي ما لنا دراسات، هي ملاحظات. صحيح. هي ملاحظات بدها وقت وبدها شروط جدا لحتى تصير هي مثل ما نقول مثبته بالدليل، دراسات مثبته بالدليل لحتى تاخذ موثوقيه الدراسه العلميه. قولي، نحن دائما بنذكر بجميع الاجراءات عبر شاشتنا وبنتمنى دائما السلامه والصحه للجميع، مع ذلك بدنا دائما نذكر بهذه الاجراءات الوقائيه قديش مهمه، لانه فعليا يمكن نحن كشباب تلاقينا نوعا ما عم نلتزم، بس مش كل الناس بتلتزم، يعني نحن بنعاني مع اهالينا الكبار، يعني امنا مع بال عائلتنا ما كثير بيلتزموا، يعني ممكن بتقول لك الاعمار بيد الله وما راح يصير لنا شيء، وبعد هالعمر قد ايه مهمه الوقايه، دائما بنشدد وبنذكر، لانه يمكن اصابه شخص واحد بالعيله بيصيب العيله كلياتها بيعديها، فهو الوقايه خير دائما ممكن طارئ العلاج، فدائما بنذكر خصوصا الكبار اللي ما بيسمعوا كلمه ابدا وما بيشتغلوا غير اللي بالدنيا. لكن الحقيقه حاليا لحد وصول اللقاح ما عندنا غير الوقايه اصلا. صحيح. يعني نحن بتعاملنا مع فيروس كورونا نحن نتعامل بعد الاصابه، يعني ما في شيء، نحن لسه ما وصل اللقاح لعنا بالنسبه لسوريا، فنحن ما عندنا شيء غير الوقايه، وهذا الشيء وما اختلف نهائيا وقايتنا، الاجراءات الوقائيه بالفيروس الاساسي على الفيروس المتحور، ضل الوزن الجزيئي نفسه، القطيرات العدوى الاساسيه عن طريق القطيرات سواء عن الطريق التنفسي، بنرجع وبناكد انه القطيرات بتكون ثقيله، هي بتنزل على الاسطح، نحن اذا لامسنا الاسطح الملوثه، لامسنا انفنا، الاغشيه المخاطيه، العين، كله بسبب العدوى. التباعد الاجتماعي نحن كثير عم ناكد انه يعني شو من كان ان شاء الله كانت بتعرف حالك عندك حاله حساسيه، مسافه متر كتير منيحة. يمكن أصلا فيروس كورونا رح يخلي في تغير بنمط حياتنا لبعدين. صحيح. صار يعني كتير أصلا في تغير. ايه يعني، ومو غلط على فكرة، يعني مو غلط نهائيا، ما تغيرت إجراءات الوقاية أبدا لا بالفيروس الأساسي ولا بالفيروس المتحور. وبرجع بأكد كتير، ريثما نحن نحصل على اللقاح نحن نتعامل مع حالات بعد الإصابة، في التعامل بحالات بعد الإصابة الوقاية هي الخطوة الأساسية والخطوة. صحيح. الأهم. يعني دكتورة، في أشخاص كتير أصيبوا بفيروس كورونا ودايما عندهم سؤال، برجع بنصاب ولا ما برجع بنصاب؟ لأمتى معي وقت لحتى ارجع؟ والكل عم يروح نحو تحليل المناعه ليكتشف اذا الساتو اموره بالسليم ولا بيرجع يساخن. خلينا نفهم شوي المشاهدين هذه المفهوم. الحاله هذا هي الفكره. تمام. اثبتت الملاحظات انه يمكن تصاب بفيروس كورونا مره ومرتين وثلاثه. ليش دكتوره؟ صحيح. ما في انا بعتذر. انا بعتذر. الاساس العلمي بهي القصه انه نحن بس نتعرض لاي جسم غريب، والفيروس جسم غريب منكون اضداد. هي الاضداد هي اجسام مناعيه بتكون بجسمنا عاليه، هي الاجسام المناعيه تقينا من الاصابه بفيروس لفتره محدده. صح. اللي بيقوم بانتاج هي الاضداد هن عندنا الخلايا بجسمنا، هن الخلايا التائيه او الخلايا البائيه، هن خلايا المناعه عندنا. هلا الخبر المنيح انه نحن في حاله التعرض الثاني لفيروس كورونا، اول يومين اذا كانت الاضداد نازله عندنا، اذا كان يعني بعد فتره وحسب الملاحظات قالوا بعد شيء 3 شهور الأضداد إذا نزلت عنا، فنحن بنتعرض للفيروس مرة ثانية، بس الجسم فورا بيتعرف عليه، الجسم بيتعرف إنه أنا تعرضت لهذا الفيروس قبل بمرة. بدنا فترة 36، حددوا 36 ل 48 ساعة بين ما تبلش الخلايا التائية تنتج الأضداد مرة ثانية. فأغلب الإصابات، لازم هون يعني كتير ركز على كلمة أغلب مشان ما كتير نستهين بالقصة، أغلب الإصابات تمرق كرشح عادي خفيفة، يعني نحن ومنكتشفها عن طريق المسحة بالصدفة إنه هي إصابة بفيروس كورونا.
ممكن تجي بطريقة كمان ما تكون هينة أبداً تماماً. على المريض مشان هيك ركزت على أغلب على أغلب تماماً. أكيد مثل ما قلنا يمكن بداية حديثنا الوقاية هي خير من قنطار علاج. لازم الكل يدير باله على حاله وعلى عيلته، لأنه الشخص اللي بيحمي حاله بيحمي عيلته وبيحمي أهله. وبالختام نتشكرك الدكتورة ميس حوراني على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق وبتمنى الصحة والسلامة لكل الناس. شكرا كثير لك. شكرا لكم وصباح الخير، وإن شاء الله صباح الصحة والسلامة لكل سوريا. إن شاء الله يا رب. دكتورة شكرا لك، نتمنى لك الصحة والسلامة دائما بما أنك أنت على تماس مباشر مع المرضى. هيك الله يحميكم كل الأطباء السوريين، لأنكم عن جد هيك بتكبروا القلب بقديش بتنزلوا كل الوقت على الشغل ودائما موجودين وعم تحاولوا أنه تساعدوا المرضى. خط تماس على طول. الله يحميكم. شكرا كثير شكرا كثير لكم. يعطيك العافية.